قال محمد هو ابن الجزر يا ذا الجلال ارحمه واستر واغفري الحمد لله على ما يسره من نشر منقول حروف العشرة ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. هذا هو الدرس 15 من دروس شرح طيبة النشر الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، وكنا قد انتهينا من تفصيل الكلام على المقدمة التي قدمها بين يدي الأصول والفرش، واليوم إن شاء الله نبدأ في باب الاستعاذة وهو أول أبواب الفرش الأصول. وكلامنا عن الاستعاذة يتوجه على 5 مطالب. أولا محلها، ثانيا صيغتها، ثالثا اللفظ المختار فيها، رابعا الجهر والإسرار، خامسا حكمها. وقد تناول الناظم رحمة الله عليه هذه المطالب 5 في 4 أبيات. نستمع أولا إلى يعني البيت الأول من الأبيات 4 التي ذكرها في الاستعاذة. وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل جهرا لجميع القراء. أولا الاستعاذة هي طلب العوذ من الله عز وجل، والعوذ هو مصدر عاذ بكذا، أي استجار به وامتنع به واعتصم والتجأ إليه. فأمر الناظم القارئ إذا أراد القراءة أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أين يستفاد هذا؟ قال وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل، لأن هذا هو اللفظ المستعمل في سورة النحل في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهو قد بدأ بداية اللفظ المستعمل ثم أحال إلى سورة النحل. طيب، أولا احنا قلنا المطلب الأول في هذا الموضوع هو محل الاستعاذة. محل الاستعاذة هو بالإجماع قبل التلاوة، قبل القراءة، لذلك قال وقل أعوذ ها إن أردت، إن أردت، فهو يكون عند ابتداء التلاوة. وقال في النشر رحمة الله عليه الذي اتفق عليه قال في النشر وهو قبل القراءة إجماعا، وهو قبل القراءة إجماعا، ولا يصح عن أحد قول بخلافه ممن يعتبر قوله، ولا يصح عن أحد قول بخلافه ممن يعتبر قوله. أما ما نقل عن حمزة من رواية ابن قلوقة في الكامل وما روي عن أبي حاتم فغير صحيح، ولا يصح كذلك عن مالك بن أنس الإمام الفقيه إمام أهل المدينة، ولا يصح عمن نقل عنهم ولا من استدل لهم، بل لم يرويه كبار التلامذة عن المذكورين. يعني في بعضهم قال كده كلام مرسل عن بعض الأئمة، لكن ابن الجزري قال هذا لا يصح عن أحد قول بخلافه، بخلاف إيش؟ أنه يكون قبل الإيش؟ التلاوة. وإن ذهب إليه بعض الظاهرية يعني بظاهر الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ، يعني كأن القراءة ثم الإيش؟
الاستعاذة، لكن هذا يعني في غير محله، أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. فهل هذا الغسل يكون يعني على هذا القياس، هل يكون بعد الصلاة؟ لا، هي يعني إذا شرعتم أو إذا يعني كنتم تستعدون للصلاة فاغسلوا. وكذلك إذا شرعت في القراءة وأردت أن تقرأ كما هو لفظ الناظم هنا، وقل أعوذ إن أردت، يعني عند الشروع في القراءة. فإذا الخلاصة أن الاستعاذة تكون قبل القراءة إجماعا، وما حكي عن بعض الأئمة من غير ذلك فهو غير صحيح، غير صحيح النقل عنهم أصلا، يعني النقل عن الأئمة نقل ضعيف. أما صيغتها فهو فيها لفظ مختار وفيها ألفاظ مأذون فيها. فاللفظ المختار كما ذكر في النشر عن صاحب المستنير وأبي العز القلانسي أيضا وغيره من الأئمة، فاللفظ المختار من حيث الرواية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو اللفظ المذكور في سورة الإيش؟ النحل. وحكى الاتفاق عليه في النشر أيضا، وقال السخاوي في ونقل عن السخاوي في جمال القراء قال: هو الذي عليه إجماع الأمة. وقال الداني رحمة الله عليه: إنه المستعمل عند الحذاق دون غيره، يعني لفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو المستعمل عند القراء دون غيره. كالنحل جهرا لجميع القراء، طبعا جهرا هذه سيأتي عليها كلام تفصيل فيما بعد، لكن احنا الآن عرفنا محل الاستعاذة هو في بداية القراءة إجماعا، وما نقل غير ذلك فهو قول لا يعول عليه ولا يعتبر. واللفظ المختار فيه هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لجميع القراء. أما جهرا فسيأتي فيها تفصيل آخر لاحقا إن شاء الله تعالى. طيب، قال في النشر أيضا: المأخوذ به، وهو أيضا يعني هذا اللفظ هو المأخوذ به عند عامة الفقهاء كذلك كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم، وقد ورد النص بذلك عنهم من حديث عثمان بن أبي صرد في الصحيحين، اللي هو الرجل الذي غضب وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كان هذا محله آخر يعني غير التلاوة، لكن يستأنس به في هذا الباب. طيب، ثم ذكر ما زاد عن اللفظ المختار: وإن تغير أو تزد لفظا فلا تعد الذي قد صح مما نقلا. احنا قلنا اللفظ المختار هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكنه ذكر هنا قال: وإن تغير أو تزد لفظا، يعني معنى ذلك أنه جاء في الاستعاذة ما يزيد على هذا اللفظ المختار، ما يزيد على هذا اللفظ المختار والتغيير فيه. فقال: إن أردت ذلك فلا تعد الذي قد صح مما نقل. تعد يعني تتجاوز، يعني فلا تتجاوز الذي نقله الأئمة وصح نقله عنه. ورد في ذلك عدة يعني روايات، من ذلك: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، هنا زاد إيش؟ اللهم إني وبك، وحذف لفظ الجلالة مثلا يعني. وأيضا ورد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وورد أيضا: أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم. وورد غير ذلك، لكن
من أراد أن يزيد أو ينقص فليأتي لكتب الأئمة ولا يخترع صيغة هو، ولا يخترع صيغة من تلقاء نفسه، يقول يعني زي ما قال الشاطبي: وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا، ويأخذ هذا الكلام على إطلاقه، ويأخذ هذا الكلام على إطلاقه، لا، وإنما يكون على حسب ما روي، على حسب ما روي. في ذلك آثار صحيحة كالذي ذكرناه هنا وذكرها في النشر، ذكر يعني تقريبا 7 صيغ احنا ذكرنا بعضها هنا، وهناك آثار كثيرة ضعيفة أو منقطعة أو لا تصح. فمن أراد أن يزيد فليكن على حسب الذي قواه في الأئمة في كتبهم، على حسب ما قواه الأئمة في كتبهم وأسندوه إسنادا صحيحا، وأسندوه إسنادا صحيحا، لا يكون مرسلا يقول ورد عن فلان كذا، طب ورد عن فلان هذا من وين الطريق لفلان هذا؟ لابد حدثنا فلان وأخبرنا فلان إلى أن يصل إلى هذا. أما الكلام المرسل لا، يقول لك سمعت بعض المشايخ. وش سمعت بعض المشايخ؟ يعني أسند الكلام، مين المشايخ ومين وإيش قالوا، يعني كلام محدد. طيب، إذن هنا، ولذلك الجعبري رحمة الله عليه علق على كلام الشاطبي في وإن تزد لربك تنزيها، قال: قول الشاطبي وإن تزد لربك تنزيها وإن أطلقها الشاطبي رحمة الله عليه فإن ذلك مقيد بالرواية، فإن ذلك مقيد بالإيش؟ بالرواية. طيب، ولذلك أيضا في ختام هذا الباب ذكر ابن الجزري في النشر قال: ولا يعدل عما ورد عن السلف الصالح، فإنما نحن متبعون لا مبتدعون، فإنما نحن متبعون لا مبتدعون. فإذا زي ما قال: وإن تغير أو تزد لفظا فلا تعد الذي قد صح مما نقل، فإن كان فيه زيادة أو نقص فلا يكون إلا بحسب الإيش؟ الرواية. طيب، هل ورد النقص؟ هل ورد النقص؟ يعني أكثر الأئمة لم يذكروا النقص، لم يذكروا أنه أقل من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكلام الشاطبي يقتضي عدمه، وقال: وإن تزد لربك تنزيها، ما قال إن نقصت في اللفظ، قالوا إن تزد لربك تنزيها. قال في النشر: والصحيح جوازه، والصحيح جوازه إذا نقل نقلا صحيحا، والصحيح جوازه إذا نقل نقلا صحيحا. ثم قال، انتقل إلى مسألة أخرى، إلى مسألة الجهر والإسرار. وقيل يخفي حمزة حيث تلا، وقيل لا فاتحة وعللا. قال هذا كالاستدراك على قوله الأول. إيش قوله الأول؟ قال إيش؟ وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل جهرا، صح؟ هنا قال: وقيل يخفي حمزة، يعني هناك ذكر جهرا وقال لجميع القراء، صح؟ أما هنا قال: وقيل يخفي حمزة. وقيل إذا جاءت في طيبة النشر يكثر استخدامها، لا تكون في كل مرة للتضعيف، أحيانا تكون للتضعيف لتقليل الرواية في هذا، ولكنها تستخدم كثيرا أيضا لإشارة إلى أن هذا الوجه روية ليس ضعيفا، وإنما يعني النقل له قلة، النقل له قلة، لكن ليس في تضعيفا في كل حال. وفي ذلك بحثه أحد المشايخ عن استخدام قيلة في طيبة النشر. حد يذكر اسم الكاتب؟ طيب، ننبئكم به إن شاء الله. يعني تكلم، لأنه طبعا قيل في الحديث، ها، قيل وروي دائما صيغة تمريض، صيغة إيش؟ تمريض، تضعيف يعني، لكن ليست كذلك في كل مرة في الطيبة، بل الأكثر ما تستخدم قيل في الطيبة لتقليل الرواية بذلك، لتقليل الرواية بذلك، يعني أنها ليست رواية الجمهور، ليست رواية الجمهور عن الإمام. فقيل يخفي حمزة حيث تلا،
وقيل لا فاتحة وعلل. قال هذا كالاستدراك على قوله جهرا، انه قال في الاول ايش؟ جهرا لجميع القراء. وهو انه ورد عن حمزة روايتان في اخفاء التعوذ سوى الجهر. الاولى الاخفاء مطلقا، يعني في كل القرآن ما يجهر بالتعوذ البتة. يعني قيل ان يعني جاء واحد الى خلف خلاد قال لا كنتم يعني تستعيذون ام تجهرون ام تخفون، قال ما كنا نستعيذ البتة، ما كنا نستعيذ البتة. لكن هذا محمول على ترك الجهر وليس على ترك التعوذ مطلقا. فالمذهب الاول او الرواية الاولى عن حمزة هو الاخفاء مطلقا في الفاتحة وغيرها، والثانية إخفاء التعوذ إلا في فاتحة الكتاب، إلا في فاتحة الكتاب. يعني يجهر بالاستعاذة في فاتحة الكتاب ثم يخفيها في بقية الإيش؟ القرآن. والأصح عنه الجهر كما تقدم. والأصح يقابل ماذا؟ ها؟ يقابل الصحيح. الأصح يقابل الإيش؟ الصحيح. يعني أنه صح عن حمزة إخفاء التعوذ، لكن الأصح عنه والأكثر رواية عنه هو الإيش؟ الجهر كجميع القرى. لذلك قدمه في البداية قال جهرا لجميع القرى، لكن أراد التنبيه إلى الخلاف. وكذلك نقل عن نافع الإخفاء مطلقا من طريق المسيبي، ولكن هذا الطريق ليس من طرق النشر. قال ولكنه من غير طرق كتابنا، أي كتاب النشر. طيب إذن الذين نقل عنهم الإخفاء هم من؟ حمزة ونافع. نافع ليس من طرق الكتاب، إذن هذا خارج الموضوع، وإنما صح عن حمزة، لكن الأصح عنه هو الجهر كما تقدم. وعلل وقيل يخفي حمزة حيث تلا، وقيل لا فاتحة وعلل. هل علل هي أي أن القولان معلولان يعني ضعيفان، أو علل أي ذكر لكل واحد منهما علة؟ هذا كل محتمل، يعني يحتمل أن يكون الإخفاء له علة والجهر له علة، وهذا احتمال كلمة علل هنا. ويحتمل أن تكون علل أي يعني أن القولان القولين معلولان أي ضعيفان. طيب قال في النشر المختار عند أئمة القراءة هو الجهر بها في جميع القراءة، لا نعلم في ذلك خلافا عن أحد منهم. أما عن حمزة فصح إخفاؤه في كل القرآن أو إخفاؤه بعد الفاتحة. إطلاق الجهر قيده أبو شامة ونصره في النشر بأنه ينبغي أن يقيد، ينبغي أن يقيد، يعني هو أطلق الجهر وقال ينبغي أن يقيد بما إذا كان بحضرة من يسمع قراءته، يعني إذا كان يقرأ ويسمعه غيره. وأما إذا قرأ خاليا يعني يقرأ وحده فلا يحتاج إلى الجهر بالاستعاذة، أو إذا قرأ سرا يعني هي قراءته أصلا سرا فما يحتاج إلى الجهر بالاستعاذة. وكذلك في الصلاة يقرأ سرا. وإذا كان في الدور يعني كان في حلقة ولم يكن هو المبتدئ بالقراءة فيخفي. إذن هذه كم هذا كم موضع في الإخفاء؟ في الصلاة، وإذا قرأ خاليا، وإذا قرأ سرا، وإذا قرأ في الدور ولم يكن المبتدئ بالقراءة. غير ذلك يجهر بالاستعاذة على الإطلاق المذكور. طيب ذكر هنا مسألة قل من ذكرها من الأئمة. وقف لهم عليه أوصل واستحب تعوذ، وقال بعضهم يجب. قبل أن ننتقل إلى هذا البيت
بالنسبة للألفاظ الدالة على التضعيف في طيبة النشر منها قيل وروي وغيرها، يعني قدم فيها بحثا الدكتور حبيب بن صالح السلمي في جامعة أم القرى، ولعلنا نرسله لكم على المجموعة، هو موجود عندي، موجود عندي على الإيميل. هو اسم البحث الألفاظ الدالة على التضعيف في طيبة النشر مدلولها وأثرها في القراءة للدكتور حبيب بن صالح السلمي الأستاذ بجامعة أم القرى، سوف نرسله على المجموعة إن شاء الله. طيب نرجع إلى هذا البيت، نسينا. وقف لهم عليه أوصل واستحب تعوذ، وقال بعضهم يجب. أي يجوز لكل واحد من القراء العشرة الوقف على التعوذ، يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقف. وقف لهم عليه أي على التعوذ، أوصله بإيش؟ بالبسملة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويجوز لك فصلهما عن أول السورة أو وصل الجميع. إذن يجوز أن تقف على التعوذ وعلى البسملة وتبدأ بأول السورة، أو تصل الجميع، أو تقطع الأول وتصل الثاني بالثالث وهكذا. وهذه مسألة يعني قليل من نبه إليها. ثم ذكر بعد ذلك قال واستحب تعوذ، يعني أي أن التعوذ مستحب، أي أن التعوذ مستحب، وهو ما ذهب إليه الجمهور خلافا لبعض الظاهرية. داود وبعض من أصحابه الظاهري ذهبوا إلى وجوب الاستعاذة، ذهبوا إلى وجوب الاستعاذة، لكن الجمهور على أن الاستعاذة إيش؟ مستحبة. في مسألة تتعلق أو مسائل خفيفة تتعلق بالتعوذ، إذا قرأ جماعة هل تجب على كل واحد منهم أو تستحب؟ يعني هذا خلاف الجهر والإصرار، لكن إذا قرأ جماعة في دور هل كل واحد يستعيذ سواء أنه سرا أو جهرا؟ الذي مال إليه المصنف أن لكل واحد منهم استعاذة مستقلة في النشر، لكن يخفي اللي بعد الأول، يخفي. ثانيا إذا قطع القارئ قراءته لعارض من سؤال أو كلام يتعلق بالقراءة، يعني كنا نقرأ تناقشنا في موضوع في التفسير في الوقف والابتداء في القراءات في كل أي شيء يتعلق بنفس القراءة، ما هو سواليف وكيف حالك والعيال عاملين إيه والحاجات دي، لا، وإنما كلام متعلق بالقراءة نفسها فهذا لا يعيد التعوذ لأنه كلام متعلق بالقراءة. أما إذا كان الكلام أجنبيا حتى ولو لرد سلام أو لتشميت عاطس فإنه يعيد الإيش؟ يعيد التعوذ. ننتقل بعد ذلك إلى باب البسملة. البسملة مصدر مولد من قوله بسملة، من قوله بسم الله الرحمن الرحيم. نختصر هذا، ها، نقول بسملة، كما يقال هلل لمن قال لا إله إلا الله، وحوقل أو حولق لمن قال إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقال حي على لمن قال حي على الصلاة، وحمدل لمن قال ها الحمد لله، وسمعل ها من قال سمع الله، وحسبل لمن قال أي. فهذه كلها لغة مولدة أريد بها الاختصار، أريد بها الاختصار، وهي مستحبة عند ابتداء كل أمر مباح، وهي مستحبة عند ابتداء كل أمر مباح أو مأمور به. كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، وفيه في رواية الحمد لله فهو أقطع أو أبتر، فهي مستحبة عند الشروع في أي أمر مباح أو مأمور به، هي مستحبة عند الابتداء بأي أمر مباح أو مأمور به. لكن في غير القرآن يكتفى بالبسملة، بسم الله فقط، وهي من القرآن إجماعا جزء من آية في سورة النمل، جزء من آية
في سورة النمل. أما في غير سورة النمل يعني في الفاتحة وفي غيرها فهناك خلاف مشهور بين الفقهاء والقراء فيها. أما في الفاتحة فالخلاف مشهور عند أهل العد وعند أهل القراءة، عند أهل العد وعند أهل القراءة. فالكوفيون والمكي يثبتون البسملة آية من الفاتحة، الكوفيون والمكي يثبتون البسملة آية في أول الفاتحة. لذلك نجد في مصاحفنا حفص نجد بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة واحد، رقم واحد. أما في قراءة غيرهم المدنيين والبصريين والشاميين فالقراءة عندهم ليست آية لا في الفاتحة ولا في غيرها. عند الكوفيين والمكي هي آية في الفاتحة فقط، وفي غيرها كلام طويل، يعني في غير الفاتحة كلام طويل، يقولون إنها يعني من القرآن لكن ليست من السورة، يعني كلام ذكر فيها خمسة أقوال في النشر، فليرجع إليها من شاء زيادة فائدة. إذن هي في الفاتحة فيها خلاف مشهور عند أهل العد وعند أهل القراءات. أما في غير الفاتحة فالخلاف أقل، فالخلاف أقل، فالغالبية يرون أنها ليست آية وإنما هي تذكر في بداية السور للإيش؟ للتبرك، تذكر في بداية السور للتبرك، إلا في بداية براءة فلم تذكر وسيأتي الكلام عنها. طيب، هو أتبع باب الاستعاذة بالبسملة لأنه هذا الطبيعي، الطبيعي إذا أنت استعذت ثم إيش؟ تبسمل. والخلاف في البسملة أو المباحث التي تأتي في البسملة في ثلاثة مواضع: في ابتداء السورة، إذا أنت ستبدأ سورة مستقلة عن غيرها، يعني ستبدأ مثلا تقرأ من سورة البقرة أو من سورة مثلا النمل أو من سورة الهمزة أو من أي سورة، بس أنت ما في قراءة قبلها، هذه البداية قراءتك. الشيء الثاني أن تكون في وسط السورة، القراءة في وسط السورة، لا يشترط في كل مرة أنك تبدأ من أول السورة، أحياناً أنت قرأت ووقفت مثلاً في نهاية الجزء الأول أو قبل الجزء الأول بصفحة أو بصفحتين وتريد أن تستأنف، هذا وسط السورة. وسط السورة يطلق على ما بعد أول السورة حتى لو بآية. والخلاف الأكبر هو بين السورتين، خلاف الأئمة في حكم التسمية بين السورتين، ولأن هذا هو أكبر الخلاف بدأ به ذكر خلافهم في التسمية بين السورتين. أما في ابتداء السورة أو في وسط السورة فسيأتي الكلام عنها في آخر الباب، والخلاف فيها قليل أقل بكثير من الخلاف في التسمية بين السورتين. بسملة بين السورتين بين صف دم ثق رجا وصل فشا وعن خلف. قرأ بالبسملة بين السورتين بنصف، احنا قلنا ابتدأ الحكم الأول بالتسمية بين السورتين بنصف الباء لمن؟ قالوا والنون لعاصم، النون لعاصم، ودم الدال ابن كثير، والثاء لأبي جعفر، والراء الكسائي. إذن قالون وعاصم وابن كثير وأبو جعفر والكسائي قرأوا بالتسمية بين السورتين بلا خلاف عن أحد منهم، قرأ هؤلاء الأئمة بالتسمية بين السورتين بلا خلاف عن أحد منهم. وكذلك الأصبهاني عن ورش كما سيأتي. لماذا الأصبهاني عن ورش؟ سيأتي في البيت التالي. نحن قلنا الأصبهاني يكون كقالون والأصبهاني كقالونا، لكن يكون كقالون إذا ذكر رمز الأزرق، إذا ذكر رمز الأزرق، لأنه قال بعد كده في البيت اللي بعد والخلف كم حما جلا، والخلف كم حما جلا. فإذا ذكر الخلاف عن من؟ عن الأزرق، فبالتالي يكون قالون، ما دام ذكر رمز الأزرق يكون قالون، يكون الأصبهاني كقالون.
يكون الأصبهاني له التسمية قولا واحدا، يكون الأصبهاني التسمية قولا واحدا. إذن هؤلاء الأئمة قالون وعاصم وابن كثير وأبو جعفر والكسائي والأصبهاني عن ورش لهم التسمية بين السورتين قولا واحدا. أما خلف فقال وصل فشا وعن خلف، أي أن فشا اللي هو حمزة ورد عنه الوصل، وورد كذلك عن من؟ عن خلف في روايته، عن خلف عفوا في اختياره، لأن لما نقول وصل فشا هذا عن حمزة بكامله من روايتي خلاد وخلف صح، لكن لما قال وعن خلف يعني يقصد خلف في إيش؟ في اختياره، خلف العاشر يقصد خلف العاشر في اختياره، قرأ أيضا بالإيش؟ بالإيش؟ بالوصل، بالوصل. إذا نحن عندنا تسمية لقالون وعاصم ها بكثير أبو جعفر والكسائي، وأضفنا إليهم إيش؟ الأصبهاني، والوصل عن ها حمزة وخلف، وأشار بقوله فشى إلى أن هذا القول مشهور، إلى أن هذا القول مشهور أنه فاشن ومنتشر عن حمزة، وهو الوجه الوحيد لحمزة بين السورتين لابد من الإيش؟ من الوصل. قال وعن خلف فاسكت وصل، فاسكت وصل. طيب نرجع لها بعد قليل. قال واختلف عن الباقين فالسكت في السكت والوصل والبسملة كما سيأتي. أما وجه البسملة فهو كتابتها في المصاحف، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا رواه أبو داود والبيهقي، كانوا لا يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي فصل بين السورتين. أما حمزة فقد وصل لأن القرآن عنده كالسورة الواحدة، لأن القرآن عنده كالسورة الواحدة. طيب قال واختلف عن الباقين في الوصل والسكت، وسيأتي هذا الكلام. ووجه الوصل عدم اعتقاد كونها آية، وأن إثباتها في المصاحف كإثبات همزة الوصل، فلذلك أثبتوها في الابتداء وحذفوها في الوصل. هذا لمن يقرأ بالوصل بدون بسملة. ووجه السكت الإذان بانقضاء السورة، شرح بعض المفردات التي في البيت، نصف من الإنصاف، دم من الدوام يعني الدعاء للقارئ بالدوام بطول البقاء، وثق من الثقة، رجاء هو الرجاء الأمل ممدود لكنه قصر هنا، وصل أي السورة بالسورة. ثم ذكر بعد ذلك خلاف القراء في التسمية بين السورتين. احنا ذكرنا الأول من يبسمل قولا واحدا، وذكرنا أن حمزة وخلف عنهما إيش؟ الوصل. وسيأتي خلاف خلف وغيره من القراء في هذا. فاسكت وصل والخلف كم حما جلا، واختير للساكت في ويل ولا. وقال وعن خلف، وعن خلف اللي في باقي البيت اللي فات ها فاسكت وصل، فاسكت ايش؟ وصل او فصل، اي ان ورد عن خلف ماذا؟ ها الوصل كحمزة، وورد عنه الايه؟ السكت. والسكت احنا ذكرناه في اواخر مقدمة النظم انه سكتة لطيفة، يعني لو قلنا مثلا فانصرنا على القوم الكافرين ألف لام ميم، سكتة يسيرة بدون تنفس، سكتة يسيرة بدون تنفس. ولما نقول وصل السورتين أو سكت بين السورتين يعني بلا بسملة، بلا بسملة. إذن عندنا حمزة ها بالوصل قولا واحدا، وقالون والكسائي وعاصم
وابن كثير وابو جعفر والأصبهاني بالتسمية قولا واحدا. طيب عندنا والخلف كمحما جلا، بقية القراء الذين لم يذكروا لا في الوصل قولا واحدا ولا في السكت اللي هو يعني خلف له سكت ووصل، قال والخلف كمحما جلا. الخلف في ماذا؟ في الثلاثة اللي فاتوا، الخلف في الثلاثة اللي فاتوا اللي هي البسملة والوصل والسكت، أي أن المشار إليهم بكم حمن جلا اللي هو ابن عامر وأبو عمرو ويعقوب البصريان اللي هم حمن، وجلا الأزرق، لأن إذا قلنا وحيث جاء رمز لورش فهو لأزرق لدى الأصول يروى، إذا جاء الجيم في الأصول فهو لمن؟ للأزرق، إذا جاء الجيم في الأصول فهو للإيش؟ للأزرق. ويكون الأصبهاني كقالون. إذن هنا ليش حطينا الأصبهاني كقالون؟ لأن جاء رمز الأزرق هنا الجيم، فإذا يذهب الأصبهاني يصير كقالون بالتسمية قولا واحدا، ويصير الخلف كمحما جلا. الأئمة الثلاثة هؤلاء أو الأربعة، لأنه عندنا حما للبصريين، هؤلاء لهم الخلاف يعني في التسمية والسكت والوصل، وفيها كلام تفصيل من اللي ذكر التسمية ومن اللي ذكر الوصل ومن اللي ذكر السكت، ارجع إليه في النشر يعني على تفصيل في الطرق وفي الكتب، لكن احنا في من طريقتنا في الشرح لا نفصل كثيرا إلا ما تدعو إليه الحاجة، بالنسبة للطرق لا نفصل كثيرا إلا ما تدعو إليه الحاجة. واختير للساكت في، إذن هؤلاء الأئمة عنهم الوصل والسكت وإيش والتسمية. ثم ذكر حكم الأربع الزهر، قال واختير للساكت في ويل ولا بسملة والسكت عمن وصل. واختير للساكت أي أن من ورد عنه السكت، من اللي ورد عنه السكت؟ أولا خلف لأن خلف هذه زيادة من زيادات الطيبة، أولا خلف، ثم كم حمن جل، هؤلاء ورد عنهم السكت. قيل واختير للساكت في ويل ولا بسملة، أي أن في السور الأربع الزهر اللي سيأتي بيانها أنهم اختير لمن يقرأ بالسكت التسمية. الأربع الزهر هي المدثر مع القيامة، والفجر مع البلد، والانفطار مع المطففين، والعصر مع الهمزة. وقال يعني أشار إليها إشارة، قيل واختير للساكت في ويل ولا، ويل هذه إشارة لإيش؟ ويل لكل همزة وإيش؟ ويل للمطففين، ولا اختصار لإيش؟ لا أقسم بهذا البلد، ولا أقسم بيوم القيامة. عبقري صح، من الجزر جمعهم في كلمة ونص. ثم قال واختير في الساكت في ويل ولا، بس يعني جاء أشار إلى الأربع الزهر بالكلمتين دول، في ويل ولا. وطبعا يعني هو استغنى بذلك أنه معروفة في الشاطبية، ويعني من يدرس الطيبة مر على الشاطبية، وبعضهم في الأربع الزهر بسملة لهم دون نص وهو فيهن ساكت لحمزة. فإذا هو اختير لمن قرأ بالسكت أن يبسمل في هذه الأربع الزهر، يعني يقول مثلا هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة. اختاروا الفصل هنا بالإيش؟ بالبسملة. ومن قرأ بالوصل بوصل السورتين ببعض كحمزة قولا واحدا، وكمحما جلا ووجه أيضا لخلف، اختير لهم في على وجه الوصل أن إيش؟ يسكتوا، أن يسكتوا، أن يعني هم قالوا أن الأربع الزهر لا يفضل أن نصلها بما قبلها، فمن مذهبه السكت بسمل هنا، ومن مذهبه الوصل سكت هنا، حتى لا يعني تقرأ السورة هذه موصولة بالسورة التي بعدها. وبعضهم
يعني علل ذلك قال بالبشاعة التي تحصل في الوصل، يعني تقول أهل المغفرة لا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل، فقال يعني هذه في حال الوصل يحصل بها بشاعة في اللفظ، وإن كان هذا يعني متعقب بأنه يحصل، يعني ما أقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ويل، هذه إذا قلنا أن في بشاعة، هذه ما فيها بشاعة يعني فيها، فالشاهد أن هذه الحجة يعني لا تقوم، ولذلك ضعفها الترمسي في شرح الطيبة، قال ويكفي في ضعف هذه التفرقة بين السور يعني بين الأربع الزهر وغيرها أنها استحسان غير منصوص، أنها استحسان غير منصوص عن أحد من أئمة القراءة ولا عن رواتهم، فهي تفرقة ضعيفة نقلا ونظرا، نقلا ونظرا. وقال الداني في التيسير وليس في ذلك أثر يروى، يعني التفرقة بين هذه السور وبين غيرها ليس في ذلك أثر يروى، إنما هو استحباب من الشيوخ، إنما هو استحباب من الشيوخ. لذلك الشاطبي قال لهم دون نص، لهم دون نص. فالأولى ألا يفرق بين هذه السور الأربعة وغيرها، وتصير الأحكام فيها كغيرها من الإيه من السور. وذكر ذلك الضباع قال والعمل على ترك التفرقة بين الأربع الزهر وغيرها، وإلى ذلك جنح الصفاقسي والدمياطي وهو اختيار الداني وشيخه فارس بن أحمد، واختاره النويري والضباع وغيرهم. فالاختيار هو ترك التفرقة بين الأربع الزهر وإيه وغيرها. نشوف إيش قال الناظم في هذا في هذه الجزئية. سوى براءة فلا ولو وصل، ووسطا خير وفيها يحتمل. هذا غلط، هذا مش مكانه. طيب قال واختير للساكت في ويل ولا بسملة. إذن عندنا يعني ليس هناك في ويل ولا بسملة، اختير للساكن البسملة، الساكت قراءة الساكت، والسكت عمن وصل، أمن قرأ بالوصل فيسكت له. وقلنا إن الصواب هو عدم الإيه التفرقة. ثم ذكر حكما آخر من أحكام البسملة، أو موضعا آخر ومبحثا آخر من مباحث البسملة، قال وفي ابتدى السورة كل بسملة، يعني إذا كانت قراءتك مبتدأة من أول السورة إذن هو انتهى الآن عند ماذا؟ ها الكلام عن حكم التسمية بين الإيه السورتين، خلاص انتهينا من هذا اللي هو في الخلاف الطويل. ثم بدأ في ابتدى السورة، أنت ستقرأ مثلا سورة النساء، أو ستقرأ سورة المائدة، أو ستقرأ سورة الأنفال، أو سورة النور، أو سورة النبأ، تبدأ منها، ليس هناك سورة قبلها في قراءتك. قال وفي ابتداء السورة كل بسملة، إذا ابتدأت سورة من بدايتها فكل بسملة، وهذا إجماع، وهذا إيش إجماع، حتى عمن ذكر عنهم الوصل قولا واحدا، حتى عن حمزة، عن حمزة إذا أراد ابتداء سورة فهو يبدأ بها إيش، يبدأ بالتسمية، يبدأ بالتسمية. وكذلك أجمعوا على ذلك، إذن في ابتداء السورة ها لابد أن إيش أن تبسمل، في ابتداء السورة لابد أن تبسمل، إذا كانت السورة منقطعة عن غيرها مبتدأ بها، هذا واحد. وثانيا أجمعوا أيضا على التسمية بين الناس والفاتحة، لأن الفاتحة هنا مبتدأة حكما، يعني أنت كأنك انتهيت من الختمة وبدأت ختمة جديدة، فرغم انه يعني انت واصل سورتين ببعض، لكن قالوا ان هذا ايضا الحكم يسري في بين الناس والفاتحه. وايضا التسميه في اول الفاتحه، تسميه في اول الفاتحه بالاجماع. طب هذه طبعا في اول الفاتحه كتسميه بين الناس والفاتحه، يعني في اول السور عموما هو مجمع عليه.
ثم ذكر أن هذا الحكم في كل السور إلا سورة واحدة. سوى براءة فلا ولو وصل ووسطا خير وفيها يحتمل. سوى براءة يعني لا وصل لا بسملة فيها لأحد، لا بسملة فيها لأحد، ولا يعتبر مخالفة السخاوي، فقد يعني بذل جهدا في تقرير البسملة في أولها مبتدأ بها، وهذا يعني خالف فيه الأئمة خلفا وسلفا، ولا اعتبار بقوله هذا رغم أنه إمام كبير. فإذا سوى براءة، البراءة اللي هي سورة التوبة لا بسملة لأحد فيها في ابتدائها. طيب وإذا وصلها بسورة قبلها، ها؟ سوى براءة فلا ولو وصل أيضا لا بسملة، يعني لو وصل الأنفال ببراءة أيضا لا بسملة، أو وصلها بأي سورة لا بسملة. ووسطا خير، هذا الحكم الثالث من أحكام البسملة. احنا ذكرنا بين السورتين، وذكرنا ابتداء السورة، وقلنا أنها متعينة للجميع إلا في أول براءة. وأما بالنسبة لوسط السورة، إذا أردت تقرأ من وسط السورة ووسطا خير، نقل التخيير في وسط السورة لجميع القراء وأطلق التخيير فيها، لكن يعني وقع هذا لا خلاف فيه، يعني إنه فيه أنك يجوز لك الوجهان، لكن الخلاف فيما هو المقدم، يعني هل مقدم أني أسمي ولا أترك. هو لا خلاف إنه جوزوا الوجهين، لكن هل المقدم هو التسمية أم الترك؟ قال اختار جمهور العراقيين الإتيان بها، يعني اختار جمهور العراقيين المشارقة الإتيان بالتسمية مع الاستعاذة، ورأى جمهور المغاربة الترك، ومنهم من خص البسملة في ذلك بمن فصل بين السورتين بها كصاحب الإقناع. يعني بعضهم قال لا، اللي هو له بسملة بين السورتين هو اللي له بسملة في وسط السورة، أما من ليس له بسملة في بين السورتين فلا يبسمل في وسط السورة، وهذا كلام وجيه لولا أن الرواية يعني أفادت جوازه، يعني من جهة العقل هذا وجيه، لكن الرواية أفادت جواز التسمية بين السورتين مطلقا. قال ووسطا خير وفيها، في ماذا؟ في براءة. وفيها يحتمل، في وسط سورة براءة يحتمل ماذا؟ التسمية والترك طبعا، ولكن هذا مفرع على السبب، العلة في ترك التسمية في براءة، لأن الشاطبي ومن ذهب مذهبه وهو الأقوى تقريبا في تعليل الترك في هذا، وقال لتنزيلها إيش؟ بالسيف لست مبسملة، لتنزيلها بالسيف لست مبسملة. طيب هو تنزيل سورة التوبة بالسيف في أول آية ولا في السورة كلها؟ هي أغلبها فيها القتل والإحصار وطرد المشركين من جزيرة وغير ذلك، الآيات متناثرة في السورة كلها. ومن علل يعني ترك التسمية في أول براءة لتنزيلها بالسيف، فإذا الأولى عنده ترك التسمية فيها، الأولى عنده ترك التسمية فيها. وفي ذلك أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأل عليا رضي الله عنه لما تركتم التسمية في أول براءة؟ قال التسمية أمان، التسمية أمان من الله عز وجل، وهذه الآية وهذه السورة نزلت بنقض العهود وقتل المشركين وإلى آخره، فليس فيها أمان، وليس فيها أمان. ثم ذكر بعد ذلك آخر أحكام التسمية.
وإن وصلتها بآخر السور فلا تقف وغيره لا يحتجر. هذا حكم مشهور في كتب حتى في كتب التجويد. قال وإن وصلتها، وصلت ماذا؟ البسملة، لأن كلامنا كله عن البسملة. وإن وصلتها بآخر السور، يعني إن وصلت التسمية بآخر السورة، يعني قرأت مثلا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم، قال فلا تقف، فلا تقف وغيره لا يحتجر، يعني إذا اترك هذا الوجه وبقية الأوجه جائزة. وقال ووصلها في التيسير، ووصلها بآخر السورة مع القطع عليها غير جائز، ووصلها بآخر السورة مع القطع عليها إيش؟ غير جائز، أي أن بقية الأوجه إيش؟ جائزة. بقية الأوجه اللي هي مشهورة في كتب التجويد، وصل الجميع، يعني أن تصل آخر السورة بالبسملة بأول السورة التالية، وقطع الجميع، تقطع آخر السورة عن البسملة عن أول السورة التالية، وقطع الأول اللي هي السورة الأولى، ووصل الإيه؟ الثاني بالثالث اللي هو البسملة مع أول السورة. يعني لو قلنا وامرأة أحمد في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، هذا إيش؟ قطع الجميع. حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، هذا إيش؟ قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، أو وصل الجميع. حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، هذا وصل الجميع. أما أن أقول حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم وأقف، فهذا الوجه غير الجائز، وهو قوله وإن وصلتها بآخر السور فلا تقف وغيره لا يحتجر. وهذا آخر يعني ما يتعلق بهذه بهذا المبحث اللي هو مبحث البسملة، وهو آخر ما يتعلق بدرسنا اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.